طيب الأجر اللي رتب الله سبحانه وتعالى على كونك أب، وكذلك الأجر اللي رتب الله سبحانه وتعالى على كوني على كونك أم. كنسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات، كنسمعوا قول الله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا. طيب هذا الأجر العظيم ديال الأبوة، هذا استحقاق التقدير والاحترام والتعظيم من قبل الأبناء، بل حتى الدعاء وقل ربي ارحمهما أي الآباء، هذا الدعاء علاش كيستحقوا الأب؟ علاش كيستحقوا أو كتستحقوا الأم؟ واش لمجرد أن الأب أب والد حيث هو البوات، إذن فخصنا ندعو معه أو يستحق الدعاء بالرحمة، يستحق أن يكون هذا الأب أوسع أبواب الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تستحق هذه الأم أن تكون الجنة تحت أقدامها لمجرد أنها أم، بما أنها توصف بأنها أم ولدت الولد، إذن فهي تستحق هذا التقدير من قبل الأبناء، وكذلك تستحق هذا الثواب من عند الله سبحانه وتعالى. أحباب الكرام، الجواب في هذه الآية في قوله تعالى كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، كما ربياني تدل على أن الأب يستحق هذا الأجر العظيم وهذا الثواب وهذا التقدير والتعظيم، ويستحق البر من أبنائه لأنه ربى، ليس لكونه أبا فقط، ليس لكونك مجرد أم أيتها الأم، بل لأنك ربيت وصهرت وتعبت في التربية، فلهذا جاء هذا الاستحقاق وقل رب ارحمهما كما ربياني. كما الكاف تفيد حتى التعليل، أي رب ارحمهما لأنهما ربياني، كقوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، أي لأننا أرسلنا فيكم رسولا، فالكاف تفيد كذلك التعليل، وكذلك يصلح أن تكون في هذه الآية تفيد التعليل، أي رب ارحمهما، يا ربي آتهما من الأجر العظيم، ليس فقط لمجرد أنه أب أو لمجرد أنها أم، بل لأنهما سهرا على تربيتي كما ربياني صغيرة. إذن أحباب الكرام، المنظومة التربوية في القرآن الكريم تبدأ من قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تنتج البهيمة، أي كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، يعني سليمة من العيوب كاملة ما فيها حتى شي نقص، هل تحسون فيها من جدعاء؟ واش كتبان لكم اللي فيها نقص؟ جدعاء فيها نقص، مقطوعة الأذن أو غير ذلك. فكما أن البهيمة الشاة تولد سليمة كاملة وبعد ذلك تتعرض للضرب والجرح وقطع الأذن والكسر أحيانا، فكذلك الطفل يولد يخلقه الله تعالى على فطرة سوية، الفطرة السوية، مهيئ من عند الله تعالى ليكون هذا الولد سليما، ولكن يأتي التدخل، هل تحسون فيها من بهيمة جدعاء، يأتي التدخل من الأبوين ليكسروا هذه التسوية في الطفل ويصير هذا الطفل معوجا. أستحضر هنا أحباب الكرام كلمة كارل يونغ، أحد كبار علماء الفلسفة وعلماء النفس، يقول لا يوجد طفل أو مراهق عنده اضطراب عصبي، لا يوجد، وإنما يوجد أب أو أم مريضين نفسيا، هما اللذين سببا وجود طفل مريض باضطراب نفسي أو اضطراب عصبي. وكذلك حتى حكماء الغرب أحباب الكرام، ليس هذا فقط يعني كلمة القرآن أو كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جون جاك روسو في فلسفته التربوية الطبيعية يقول بأن الإنسان خلق صالحا وفيه خيرية مطلقة، ولكن الشر يأتي من الإنسان للإنسان. هذه كلمة حكيمة، نجد القرآن الكريم، نجد النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بذلك، فيقول كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه
أو ينصرانه. طيب من الأخطاء التي يقع فيها بعض الدعاة والوعاظ أنهم لما كيتكلموا على التربية كيتكلموا على العقاب وعلى الثواب، وكيجيبوا الحديث يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم. علقوا الصوت العصا، وشحال من واحد راه ربما ما يكونش سمع بهذا الحديث، حديث ضعيف أصلا، ولكن كتلقاه ديما حط العصا ولده لو يجلس يقرا معاه العصا حطها حدا، يتحرك الولد الصوت العصا. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي ابن عمر رضي الله عنه ويقول لا ترفعي العصا عن أهلك وخوفهم بالله، لا ترفعي العصا على أهلك وخوفهم بالله. أما هذا الحديث الذي يعني يتداوله البعض علقوا الصوت حيث يراه الناس، فهذا حديث ضعيف، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستعمل العقاب. لما كنقول العقاب تنقل ألم، سواء ألم جسدي أو ألم نفسي يتعرض له الطفل، أو على الأقل في منظور الإسلام العقاب قبل 10 سنوات غير مقبول أبدا. العقاب كيف ما كان هذا العقاب قبل 10 سنوات غير مقبول. النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، إذن مبدأ العقاب حتى 10 سنين فما فوق. لماذا؟ لأن الطفل ابن 7 سنوات وإن كان يميز أحيانا، قد يكون مميزا وصل سن التمييز، وأحيانا قبل ذلك يعني غير مميز فليس عنده إدراك، فعلاش غادي تضرب هذا الولد؟ ما عرفش هذا الولد، لأنك لا تحسن فهم ولدك، فلهذا تستخدم العقاب وتستخدم أحيانا حتى الثواب. نعم هذه المدرسة مدرسة الثواب والعقاب في تربية أو في تعديل سلوك الطفل ظهرت مع سيغموند فرويد، الذي كان يرى بأن الإنسان بطبيعته التكوينية النفسية يحتاج إلى سلطة تمارس عليه، فنحتاج أو يمكن أن نستفيد من هذه الطبيعة النفسية للطفل بأننا نحفزه بالتخويف. الإنسان بطبيعته يخاف من السلطة، من الذي فوقه في السلطة. وحقيقة هذه المدرسة اللي هي التحفيز بالعقاب أو الثواب أثبتت فعاليتها ولكن ليس بالقوة المنشودة، ولهذا تخلى عنها الكثير من المتخصصين، وظهرت مدرسة ألفريد أدلر التي ترى خلاف ذلك. ألفريد أدلر هذا أحد تلاميذ سيغموند فرويد، واختلف معه اختلافا بينا في تعديل سلوك الأطفال. ألفريد أدلر يرى بأن الطفل الحافز أو المحفز له هو كونه يشعر بالانتماء، يشعر بأهميته، يحتاج أن يكون مهما له مكانته داخل الأسرة.